بداية صباحنا نور لليوم رح نحكي فيه عن الصحة، ودائما بينتاب هيك كل إنسان سواء صبايا أو شباب، مسؤولية الوزن، زاد نقص، كيف فيني حافظ على وزني؟ صحيح. طيب أنا وزني مناسب لجسمي؟ أسئلة كتير دائما بنسأل عليها، وخصوصا هلأ بفترات الشتاء والصيف والأكل كتير، وهلأ على البرد أكتر شي بدفي هو الأكل بصراحة. بشي شغل واحد بأكل جد. أكيد سلمى، لنحكي عن أهمية يمكن اليوم كيف فينا نحافظ على ثبات وزننا. كتير هيدا السؤال اللي بيطرحه اللي حوالينا، أنه نحن فقدنا وزن خلال فترة كتير قصيرة عم نحاول نحافظ عليه، بعد فترة بيرجع هيدا الوزن بيزيد. كل هالأسئلة والتفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع الدكتورة نور مانسترلي، أخصائي في الصحة العلاجية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. بونجور سلمى. بونجور نور. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك بالبداية. دائما الناس بتسأل ليش أوقات الوزن ما بيضل ثابت، أو أوقات بنقول إنه لا عم ينقص حتى لو أنا ما عاد بدي هذا النقص بالوزن؟ هلا شوفي، هذا الشيء بيرجع نتيجة عدة عوامل. عندنا أسباب مرضية ممكن تعملنا ثبات وزن، وعندنا أسباب إنه الشخص هو حابب ينزل وزنه بس وصل للمرحلة النهائية اللي الجسم خلص استنفذ كل الطاقة، وصل لهذا الجسم ما عاد بقى هذا الوزن، ما عاد بقى الجسم قدر يستجيب. تمام. هلا بالنسبة للأسباب المرضية حنبدأ بالأسباب وشو ممكن تكون نتائجها. ممكن عنا يكون نتيجة إرهاق، تعب، قلة نوم. هذا الشيء بيرفع هرمون الكورتيزول. لما نحن ما بننام بشكل جيد فنحن عنا مشكلة بالأدرينالين، بإفراز الأدرينالين، لهيك بصير عنا مشكلة بإفراز الكورتيزول. الكورتيزول هو هرمون موجود بالغدة الكظرية، مسؤول عن الحالة النفسية والتوترية للإنسان. فلما بصير خلل بإفراز هذا الهرمون ممكن يعملنا زيادة وزن أو ثبات وزن بزيادته أو نقصانه. وهذا أنا حبيت بلش فيه لأنه هذا الشق ما حدا أو كتير ناس ما بتحكي عنه ويعني ما مضوى عليه الضوء، خصوصا موضوع الكورتيزول. الكورتيزول بالآونة الأخيرة عم يكتشفوا إنه له علاقة وطيدة بزيادة الوزن أو ثبات الوزن، حتى له علاقة بالنحافة الزايدة، لأنه نقصانه بيعملنا نحافة وزيادته بتعملنا زيادة، وخصوصا بمنطقة البطن بصير تتكتل الدهون بمنطقة واحدة هي أسفل البطن، بصير الشكل مثل شكل الإجاصة، ممكن أنه يصير في عنا ورك، وممكن أنه يصير عنا تراكمات مثل ما قلنا بمنطقة البطن. الخلل بإفراز هرمون الكورتيزول ممكن يعملنا ثبات بالوزن إن كان للشخص اللي حابب يزيد وزنه أو ينقص من وزنه. السبب الثاني والأهم هو الحالة المزاجية والاكتئاب. لما أنت بتكتئبي أو بتكون نفسيتك ما منيحة، فأنت أول شيء حتلجأي له أنك تاكلي، حتفشي خلقك بالأكل بالحلويات، ولما تتناولي حلويات الحلويات خليكي تاكلي أكثر، تطلبي سكر أكثر. أشخاص اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين، عندهم مقاومة أنسولين، بصير جسم إذا كانوا مكتشفين السبب بعد ما محاولين إنه يستنفذوا كل الطرق والوسائل لنزول الوزن، بس عرفوا إنه هن عندهم مقاومة أنسولين معناتها هن جسمهم بطل يحرق مادة السكر، عم يخزنه، بصير الشخص بياكل قد ما أكل بيضل عم يتراكم كمان بمنطقة أسفل البطن. لهيك لازم يعمل رياضة أكثر ويتبع نظام حمية ما نو قليل بالسعرات الحرارية، يعني ما نو كمية قليلة من الأكل، بالعكس بده ياخد كالوري أكثر لحتى الجسم يصير يحرق أكثر، يعني يعتمد على المأكولات اللي بتحتوي على البروتين لحتى تكبر العضلة وتصير تحرق من الدهون. الشغلة السبب الثالث ممكن يكون عندنا مشاكل بالغدة الدرقية، قصور الغدة الدرقية، مشاكل هرمونية كمان مثل وجود تكيسات على المبيض PCOS Polycystic Ovary Syndrome. هلا عم تتواجد كثير، عم نلاحظها من عند البنات بفترة البلوغ وطلوع. كنا نلاحظها مثلا بحالات نادرة، ممكن بين 100 بنت نلاقي 5 بنات مصابين بال PCOS، بس عن جديد عم نلاقي ممكن بين العشر بنات ممكن نلاقي 5 ل6 بنات مصابين بهي المتلازمة نتيجة الأكل الغلط، الفاست فود، الأنهالتي لايف ستايل، نوع الأكل، الدجاج اللي محتوي على كمية كتير كبيرة من الهرمونز. فهدول الأشياء لما نحنا
نحن وصغار عم نفوتهم على جسمنا بطريقه غلط، فاكيد حيوصل رح نوصل لمرحله لزياده وزن او ثبات وزن. هلا بدنا نلاحظ شغله كمان، الام لما بتكون حامل نوعيه الاكل اللي بتتناوله خلال الحمل بتاثر على الجينات تبع الطفل، لانه كل ما كان كل ما زاد وزنه وكل ما كانت نوعيه الاكل اللي عم تتناولها مائله للنشويات والسكريات والدهون، كل ما تراكمت الخلايا الدهنيه بجسم البيبي بالبطن، يعني ببطنه عم يتكون هذا البيبي، فهو عم يتراكم هاي الدهون بجسمه. فكمان نحن نوع بتأثر. الاكل بياثر على من، يعني تخيلي من لما الواحد يعني منذ نعومه اصافرنا عم تاثر علينا زياده الوزن. فبننتبه الام اول شيء قبل ما تحفل تظبط نوعيه الاكل حتى يطلع الطفل جسمه صحيح وما يعملنا مشاكل بالمستقبل. هلا في عنا اسباب ثانيه مثل كمان عوز بفيتامين دي، كمان اسود دراسات والدبليو اتش او اطلقت دراسات جديده وحديثه عمرها 3 سنين لـ4 سنين انه في ارتباط وثيق بين نقص فيتامين دي وزياده الوزن وثبات الوزن. يعني نحن ما بس يعني ما لازم بس نتطلع انه نحن هذا الفيتامين دي يكون ضمن الحدود الطبيعيه، لا، نحن بدنا نشوف الحاله الهيستوري تبع الشخص، عمره، حياته اليوميه، شو ما بيصير نطلع انه هو مثلا مفروض يكون فيتامين دي من 30 لـ80. نحن ما اذا كان 30 فهو ما له شيء جيد، لازم يكون باحسن حالاته وقيسيه على كل شيء فيتامينات بالجسم. كمان نقص فيتامين دي والحديد لهم علاقه بثبات الوزن، مثل ما قلنا اذا كان نزول وزن او زياده وزن. فقر الدم هو مو بس عوز بالحديد، هو عوز كمان بمخازن الحديد او فيتامين بي 12 او فيتامين بي 9. واحد من هدول كان نازل مستوياته بيعملنا كمان فقر دم، والفقر الدم بمراحل متقدمه جدا ممكن يعملنا انيميا او سرطان دم، فهذا الشيء كمان لازم ننتبه عليه. نحن ما بس لزياده الوزن وجماليه الجسم، لا، نحن كمان صحيا هدول الاسباب ممكن تعملنا هاي المشاكل. هلا بننتقل للمشاكل الثانيه اللي هي مكتسبه، مثل قله النوم، مثل ما قلنا قله النوم، عدم انتظام الوجبات، يعني ممكن انا يعتمد برنامجي الغذائي على وجبه واحده كل النهار، كمان هذا الشيء غلط، بيعمل ثبات وزن. الا تشرب المي بيعمل ثبات وزن كمان. في اشياء ثانيه كمان ممكن تعملنا ثبات وزن، انه نحن بنقلب الساعه البيولوجيه تبع جسمنا، يعني نحن بنسهر كل الليل وبننام كل النهار. لما انت عم تسهري كل الليل عم توقفي كثير اجهزه موجوده بالجسم عن العمل او عن الرياحه، يعني في اجهزه معينه ما بتشتغل غير بالفتره المسائيه او الليليه، فهيك انت عم تعطلي عملها، فانت مو بس ثبتي وزنك، انت عطلتي عمل كثير اجهزه موجوده بجسمك. فعنا اسباب هي مرضيه واسباب بنفس الوقت مثل ما قلنا مكتسبه، عدم ممارسه الرياضه كمان بتعمل لنا ثبات وزن. يعني بتشوفي واحدة بتقلك انا ما عم ذوق الاكل وانا كل الايام ملتزمه بسعرات حراريه معينه، كمان هذا الشيء غلط، لانه ممكن مثلا انا فرضا وزني 60 كيلو، انا جسمي ارتاح على وزن 60 ما عاد ارتاح على وزن 50، فكما بكميه الدهون اللي فيه بكميه العضلات اللي فيه، فالجسم استنفذ كل طاقته لحتى يوصل على هذا الوزن. لما انا بدي جور عليه زياده ونزل 10 كيلو مع اني انا ضمن الحد مثلا بالحاله المثاليه او المناسبه لجسمي عم جور عليه بدي انحف اكثر، فهون بصير عندنا ثبات وزن، والاشخاص اللي ما عندهم زياده وزن بيعانوا من هالمشكله اكثر من الاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه، لانه الكيلويات بصير تنزل هنيك بطريقه اسرع من الشخص اللي هو معتبره الجسم انه هي حاله مثاليه لإله. دكتوره نور، يمكن ذكرنا كثير من الاسباب عديده وموسعه لعدم ثبات الوزن، وكثير من الصبايا اليوم عم يتابعونا حابه فعلا تحافظ على ثبات وزنها وجسمها المثالي. خلينا نحكي عن الطرق الصحيه السليمه، فينا نقول العلاجيه، لانه في طرق غير صحيه وغير سليمه بتلجا لها كثير من الصبايا اليوم. في كثير برامج او في كثير مسميات للبرامج الغذائيه تحت مسمى برنامج غذائي. لما نحن بنقول هيلثي لايف ستايل هو نظام غذائي صحي ومتوازن بيحتوي على كامل العناصر الغذائيه نحن بنتبعه خلال نهارنا، يعني نحن ما بدنا نمشي على الحرمان، على يعني اسلوب الحرمان. هلا ممكن نتبع اسلوب الحرمان بحالات كثير
قليلة، مثل إذا كان الجسم عامل معند يعني ما عم يستجيب ولا بأي طريقة، ممكن نعمل شوك للجسم، صدمة يستجيب ويرجع للنظام الغذائي. هلا أهم شغلة إنه نحن ما نقلل سعرات حرارية، ما ننزل عن 1200 سعرة حرارية خلال النهار، لأنه جسمنا ما عاد بيعود بيحرق عضل ولا بيحرق دهون، بصير بيحرق من الكتلة العضلية، بتصير بتنزلي مي وعضل، وهذا الشيء بترجع بتعوضي بطريقة سريعة. أهم شغلة إنه نحن نحافظ على الساعات والأوقات اللي بنتناول فيها وجباتنا، يعني مشان لبعدين نضل عم نتعود إنه نحن بنجوع بهالساعات وبس. يعني إذا متعودين مثلا إنه نحن نتغدى ونتعشى بس ما نفطر، هذا كثير غلط. بدنا نفطر ونتغدى ونتعشى بنفس الأوقات كل يوم لمدة شهر، لحتى العقل الباطن يرجع يركلج ويتعود عادات جديدة لنحافظ للاستمرارية. لما نحن بنقول ثبات وزن، كيف بدنا نثبت وزننا؟ يعني كثير ناس بيجوا لعندي انه نحن بعد ما خسرنا هالوزن كله كيف بدنا نثبت وزننا؟ اكيد اذا رجعنا ناكل اخضر واليابس كميات كبيرة بدنا نرجع نكسب هالوزن. بس اذا نحن قدرنا نحافظ على 10% من نزول وزننا وعلى وحافظنا على وزننا لمدة سنة، هذا اسمه ثبات وزن. ثبات الوزن مو نحن كل العمر ناكل كل شيء بدنا اياه بنضل ثابت وزننا، لا، ثبات الوزن بيعني مثل ما قلت لكم نحافظ لمدة سنة كاملة على هذا الوزن. بالإضافة انه انا فرضا وزني 57 كيلو، اذا انا قدرت نزلت 5 كيلو فانا النزول هو 10% من قيمة وزني، فهذا اسمه ثبات وزن. يعني نحن قدرنا نحافظ على الشيء اللي نحن يعني النتيجة اللي وصلنا له. مثل ما قلنا الساعات الأساسية إنه نحدد ساعات أساسية للوجبات، ناكل 5 حصص يومياً فواكه أو سناكات طبيعية خلال النهار نحافظ عليها، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة. ولو في عالم ما عندهم وقت، شغلهم ما بيسمح لهم انهم يروحوا على النادي او يمارسوا اي تمارين رياضية، ما في حجة، حوالين البيت مشي نص ساعة، بالكوريدور بالبيت نحكي ساعات طويلة على التليفون نحن وقاعدين، فينا بدل ما نحن قاعدين عم نتمشى بالبيت، هي كلها حركة. حتى هلأ في مرض اسمه sitting disease، هذا مرض القعدة، يعني في أشخاص هن عملهم مكتبي ممكن خلال النهار كله يقضوا 8 ساعات على القاعد. هي كمان ممكن إنه تعمل يصير عن مبكر، تعمل كتير طبعاً تعمل أمراض كتير بالهيكل العظمي، بيعمل مشاكل كمان بالرقبة، بيعمل زيادة وزن وتوزع الدهون بمنطقة الأرداف. كمان أشخاص بيعانوا من هالمشكلة، أنا بنصحهم إنه بين مثلاً كل ساعة نقوم نتمشى 5 دقائق، ما نعتمد على حدا يجيب لنا كاسة مي، نحن نقوم نجيب كاسة المي، نقوم نتحرك بس هيك حركة بسيطة كل ساعة ولو 5 دقائق 10 دقائق. بس المهم ما في حجة العمل انه ما عندنا وقت نلعب رياضة، بدنا نمشي كل يوم مينيمم 30 دقيقة، نلعب حبلة، كلياتنا في عندنا حبلة بالبيت، فينا نلعب حبلة ونحن بالبيت، إذا كان عندنا برد فينا نحط على اليوتيوب يعني تمارين رياضية نعملها بالبيت، فما في حجة، اللي بده يعمل شيء بيوصل له. بس أهم شغلة نبتعد عن السكريات، نكافئ حالنا، ممكن كل أسبوع ناخذ قطعه حلو صغيره، ناخذ شغله نحن ما بناخذها، يعني مثلا بدل الوجبه الكبيره ناخذ نصها، بدل الساندويشه ناخذ نصها، نقدر كل اسبوع لاسبوعين، الافضل كل اسبوعين طبعا، لحتى ذاكره العقل الباطن وذاكره التذوق ما تتذكر هالنوع من الاكل، صحيح. ما تتذكر هاي الطعمه، طيب وترجع تطلبها اكثر. في كثير اشخاص مثلا الحميه او النمط الغذائي هو لازم يكون مرافق مدى الحياه، باعتبار ممكن يكون عندهم مرض سكري او امراض ثانيه، فالنظام الغذائي ما هو رفاهيه، هو ضروري لازم يكون موجود. نفس هدول الاشخاص احيانا بنسمع انه نحن بدنا ناخذ يوم بريك نخرب الدنيا فيه، يوم ما رح يخرب الدنيا، بياكلوا بقى كل ما هب ودب وكل شيء طيب وكل ما لذ وطاب عن شهر، طيب تماما عن شهر بيصير معهم حالات عكسيه، يعني بيصير في رده فعل عكسيه على الجسم، في منهم بيصير معهم التهابات، في منهم بيصير حتى لما بنرجع لنظام غذائي بيصير جسم بيطول لحتى يرجع يستجيب على النظام الغذائي، مع انه هو ممكن يوم او يومين اللي هي. فشو الحاله بهذا النوع من ثبات الوزن ولا شو؟ تمام، هلا شوف هيدا، لا هيدا نوع من فينا نسميه شيء مرضي. ليش؟
انت عم تفشي خلقك بالاكل. في عنا حالات نفسيه نحن ممكن تصير معنا او اضطرابات مزاجيه بتخلينا ناكل اكثر، يعني ادويه الاكتئاب، ادويه الالتهاب، ادويه مضادات الوزن، كلياتها بتعمل لنا ثبات وزن. حتى الملح اذا زاد، اذا اخذناه بكميه كبيره بيعمل لنا تحفيز سوائل بالجسم، بيعمل لنا ثبات وزن. ادويه منع الحمل كمان بيعمل لنا تحفيز سوائل بالجسم. انه نطلع على الميزان كل يوم هي قمه الغلط. نحن لازم كل قد ايه يعني كل اسبوع مقبوله، بس هي الافضل والنتيجه الافضل كل اسبوعين. اهم شغله انه لازم نلاحق حالنا كل اسبوعين نطلع على ميزان مشان ما نترك حالنا نسمن كثير وما نلاحظ الفروقات. والشغله الاهم انه ما يصير عندنا هوس كل يوم نطلع اليوم ماني انا زايد ومانو نازل وزني، انا هيك وهيك عامله دايت وما عم بنحف، خليني اكل. هي بتصير ردعه فعلا. الميزان يعني هلا نحن الميزان ما بيطلع غلط. وما كل العالم عندها ميزان اللي هو بيقيس كتله الجسم، صح؟ فبيطلعوا مثلا بيقول لك انا بدي اشلح ثيابي لحتى اعرف قد ايه وزني، ولا لازم اول ما فيق من النوم بعد ما ادخل على الحمام؟ يعني هي كمان اسئله بيسالوها. شوفي هلا اكيد اكيد بعد النوم بساعتين لازم ينعمل قياس الوزن لحتى الجسم بيكون لسه ما نو منشط، ما نو مفرغ كل شيء محتويات فيه. يعني بعد دخول الحمام، بعد الفيق الصبح، بعد ساعتين وبعد دخول الحمام بقدر اقيس الوزن. بس مثل ما قلت لك كل اسبوعين معقول، بس كل يوم انا ممكن جسمي يكون اكله فيها ملح زياده، محبه سوائل، فطلع على الميزان زايده، ممكن ما اكون زايده دهون، يكون زايده مي، فبصير عندي رد فعل عكسي وبروح باكل. اوقات كمان بصير عنا زيادة وزن وهمية نتيجة مثلا الدورة الشهرية، لما نحن ممكن تحب السوائل 3-4 كيلو خلال قبلها وبعدها. فبهي الفترة كلياتها ما لازم المرأة انه تقيس وزنها. في عنا مثلا الأشخاص اللي بيعانوا من مرض الكلى بياخذوا أدوية للكلى، أو بياخذوا العالم اللي عندهم مشاكل بالضغط بياخذوا أدوية مع مدرات، هدول الأشخاص كمان بيعانوا من وزمات. فإذا طلعوا على الميزان حيلاقوا وزنهم فجأة زايد، فما ممكن يكون دهون، ممكن يكون مي. فنحن مشان نتفادى هي المشكلة ويصير عنا هالردة الفعل القوية تجاه الأكل ونرجع ناكل، ما نقيس وزننا غير كل أسبوعين مرة. مثل ما كنتي عم بتقولي إنه في ناس تاكل كل شيء، بتخرب كل شيء بيوم واحد، بتقلك كله يوم. هلا نحن لنخسر كيلوغرام بدنا ننقص من غذائنا، من نظامنا الغذائي 7000 سعرة حرارية لحتى ننزل كيلو. يعني ممكن خلال اسبوع كله نحن نزلنا كيلو، بهذا اليوم اكلنا مثلا ساندويشه واكلنا قطعه حلو واكلنا شربنا مثلا شيء مشروبات غذائيه، طلعنا هال 7000 كالوري. الكيلو يلي نزل رجع طلع، شو استفدنا؟ بيجوا بيقولوا لك والله نحن ما نحفنا. طب الغلط من مين؟ واخذنا اليوم الفري اللي قلتوا لنا عنه. هلا انا ما بنصح كل العالم تجي عندي، بتعرف اني ما بعطي فري. وهذا بنشوفه يمكن عبر الانستا والستوريات اللي بتكون دائما فيها نصائح غذائيه عندك. هلا وقتنا خلص، الحديث كثير مهم وكثير من الناس في عندها كثير من الاستفسارات، اكيد بالحلقات القادمه مستمرين، لانه هيدا الموضوع بيشغل بال مو فقط الصبايا، صار يمكن بيشغل بال الكل اليوم، الصغير والكبير. الصراحه نور بدي وجه بس كلمه اخيره، انه قبل ما نحن نحكم على حالنا انه يعني استنفذنا كل شيء، عندنا وسائل لنزول الوزن، قبل هيك نحن نشيك على جسمنا، نعرف شو المشاكل اللي جسمنا بيعاني منها، نحلها بعدين نلجأ لنزول الوزن. التشيت داي ممنوع، انه نحن ناخذ يوم كامل فري، فينا نعطي حالنا مكافأة كل اسبوعين وجبة، هيك نحن بنكون يعني fair enough للجسم، يعني نكون عادلين عم نعطي بس بكميات محدودة. أكيد شكرا كثير لك وضلي بخير يا رب، وأكيد لكل مشاهدين.